بيكم في فيديو جديد من قناة إيمي يومي. هنكمل مع بعض في سلسلة العودة إلى المدارس، وهنعمل وصفة الكراكرز بالزعتر. هنحتاج 200 جرام من دقيق الرز الأبيض، و100 جرام دقيق قمح كامل، و90 جرام زيت، ممكن استخدم زيت زيتون او عباد الشمس، و60 جرام مية، ممكن احتاج ازود شوية، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبار من الزعتر. انا استخدمت النوع ده من الزعتر المحوج. اخلط المكونات الجافة كلها مع بعض واقلبها. أضيف الزيت والمية، اعجن العجينة بايدي كده واشوف هحتاج مية تاني ولا لا. العجينة مفرفتة قوي ومش بتلم معايا، يبقى ازود شوية مية. ده شكل العجينة اللي محتاجين نوصله.
لما اخد جزء منها واضغطه بايدي كده يتجمع على بعض حتة واحدة، اخدها وافردها بين كيسين او ورقتين زبدة سمك رفيع، استخدم قطاعة مربعة صغيرة وقطع بيها أو ممكن بالسكينة. ده السمك المناسب للعجينة. أرصهم في صينية وأدخلها فرن 170 درجة لمدة 24 دقيقة تقريبا. الكمية دي تكفي لتحضير 60 قطعة من الكراكرز بالحجم ده. اسمعوا صوت القرمشة دي. لو حبيتوا وصفة النهاردة اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة.